هل بتفكروا مثلا تتقدموا بمذكرات او يعني باحتجاجات ضد التحكيم، والبعض بيقول انه احيانا التحكيم بيبقى ضد النادي الاهلي او قاسي على النادي الاهلي؟ احنا لا، ما عمرنا ما نفكر ان احنا نقدم شكوى في حكم. نعم. ماشي، ده ضدنا يعني. ضد سياستنا والعالم كله، مش احنا بس يعني. نعم. مع احترامي، بس في حاجات طاغيه بتبقى يعني بتخليك تخرج عن كل الاعراف والتقاليد والحاجات كده. لازم يعني، في اخطاء في التحكيم كبيره جدا جدا يعني لازم يعني الحكام يبقوا مش عارف يعني، لازم مش عارف اقول ايه، خبرة اكثر، ثقافة اكثر، امكانيات اكثر. لازم تديهم مغريات عشان يبقوا الناس كويسة، بدل ما تهرب من التحكيم وتروح مدربين وتروحوا اي مهنة اخرى في الرياضة. لا، لازم نشجعهم. يعني تصوري الحتة ديت لازم يبقى فيها شغل كتير.